بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات الدوال العددية، أي مكتسبات قبلية للسنوات الماضية لاستقبال سنة البكالوريا إن شاء الله. دائما هذه الفيديوهات خاصة بشعبة علوم تجريبية رياضية وتقنية رياضية وتسيير واقتصاد. في هذا اليوم رايحين نتناول تركيب الدوال، لا كومبوزيسيون دو فونكسيون. قبل ما ندخل في تركيب الدوال، في الفيديو اللي جاز احد الطلبه قال لي: استاذ فيديوهاتك طوال بزاف. ايه طوال بزاف، يعني ما شتوش نقوله، يعني طالب مقبل على البكالوريا ويشتكي من الفيديوهات الطوال. انا نقول لك يا اما انت مغفل يا اما راك تتبهلل، وحدة من زوج. لانه هاني حطيت فيديو في 10 سوايع. صح، اولا انا اللي نتعب الاول قبلك انت، انا اللي نتعب. صح، الفيديو انت تقدر تقراه كيما تحب، تقراه بالعشر دقائق بالربع ساعة كيما تحب. فيديو في اليوتيوب تقرا وتعاود ترجع ليه، هذه الأولى. ثانيا صوت اللي قريك غراتوي باطل، قعدت تتشرط راك شايف صار له كيما هذاك اللي مثلا العنب في السوق يسوى غالي ما ينجمش يشريه، ولا لا شري يشري كيلو ومن بعد تخلى جنان غراتوي صاب هكا العنب بدا ياكل ويرمي. هكذا راه صار لك. الله يهديك يا بني ولا يا بنيتي، واحد راه مقبل على السنة الثالثة ثانوي، يعني الفيديوهات ويكون في علمك كان ما نديرش فيديوهات بومسلك. هذوك فيديوهات بومسلك ونزوق لك العناوين ونسلكك من الثانية ثانوي وننقذك من هذا، ما عنديش أنا. لأني ندرس في العلوم دقيقة الرياضيات والعلوم الفيزيائية، شايف؟ صح. المهم، واش تحتاجوا في تركيب الدوال في برنامج سنة ثالثة ثانوي؟ نعاود شعب علوم تجريبية رياضية تقنية رياضية وتسير اقتصاد. كي تكون حاجة ما تخصش إحدى الشعب راني نقولها. بالنسبة لتركيب الدوال تحتاجوا، رايحين لربما اطرح عليكم أسئلة، أي تعيين بياني جي رون اف لي ا. يقول لك عين بياني انطلاقا من التمثيل البياني للدالتين اف و جي، متفاهمين؟ يعني عندك الدالة المركبة هي هذه احد الاسئلة التي تطرح عليكم. كذلك ربما يطرح عليكم تركيب دالتين جي رون اف ولا اف رون جي، واحدة من زوج، ويطلبوا منك حسابهم. كذلك يطلبوا منك تحديد اتجاه تغير الدالة انطلاق، أي جيرون اف ولا اف رون جي انطلاقا من تمثيل بياني. معنتها كذلك سنتطرق ان شاء الله الى، يعني نتطرق الى تركيب الدالة، التغيرات الدالة المركبة، كذلك الاشتقاق. سنتطرق إلى الاشتقاق، كاين الحالات الخاصة اشتقاق تركيب الدوال، كاين حالات خاصة اللي رايحين نقراوهم، كما مثلا كاين حالات وين قريتوهم اللي هي سينوس U. كي نقول لك أنا سينوس U واش نقصد منها؟ يعني دالة مركبة، هذه دالة مركبة. كي نقول لك مثلا حيث مثلا U لي X تساوي مثلا، نقول لك اكس مربع زائد اثنان سينوس اي، واش نقصد بها؟ معناتها سينوس و اكس مربع زائد اثنان، يعني هاي دالة مركبة من ماذا؟ مركبة من اي لي اكس ومركبة من في لي اكس اللي هي سينوس اكس، هذه دالة مركبة. صح، اذا من بين الدوال اللي نطلقوا عليهم دوال حالات خاصة سينوس U اللي المشتقة تاعها سنرى فيما بعد، وعندنا كوسينوس U
هي دالة مركبة ثاني المشتقة تاعها حالة خاصة، واللي نقراوها من بعد أسيت إي لماذا؟ وعندنا ألان إي لماذا؟ اللي عندنا علاش الأسية؟ وشن هي الأسية؟ الأسية ها هي أسية إكس، أسية إكس نفس الشيء كما قلت لك، كما نقول لك اف دو اكس تساوي اكس مربع. لهنا في الاف دو اكس الاكس هو المتغير، ولا هنا في اسيه اكس مثلا نقول لك جي دو اكس تساوي اسيه اكس، يعني لهنا اسيه اكس ها هو المتغير نفس الشيء نفس الشيء. ولا نقول لك اش دو اكس تساوي ln اكس نفس الشيء ها هو المتغير. لكن كي نقول لك أسية U يعني راني نقول لك أسية X مربع زائد إثنان، يعني هنا راهي دالة مركبة، دالة مركبة مركبة من ماذا؟ من U ل X تساوي X مربع زائد إثنان، ومركبة من V د X لتساوي أسية X. بالنسبة للآلان U كيف كيف نجب نكتب آلان إكس مربع زائد الإثنان مركبة من إلو إكس ومركبة من فيلو إكس اللي تساوي ألان إكس، يعني حاجة سهلة حتى ولو ما قريتهمش. إذن في الحالات الخاصة أعزائي الطلبة تاع اشتقاق الدالة المركبة تانجونت ما نحتاجوهاش، عندنا هذا الأربع حالات خاصة اللي نحتاجهم في الترمينال، يعني الاشتقاق تاعهم نعطيهم لكم في آخر الفيديو ولا الفيديو المقبل إن شاء الله. أكون نشوف الفيديو لأن الناس بدأت تشتكي من الفيديوهات الطوال، ما عليش نبدأ ندلكم فيديوهات تاع 10 دقائق وفوت ليكيديكم شو نبدأ ليكيدي أهدي والله منين ذاك القلب تاعك يوجعك اليأس يحكمك اليأس، تكون عندك تجي تدير فيديو بكل نشاط بعد تصيب متبعين ذاك الفيديو. وهدرت على تبعوا الفيديوهات حسب تسلسلها، لكن أما الله يسهل لو يسمع في النصيحة تاعي لو سهل اللي موش يسمع تاو شغلك. إذا ما نظمتش روحك درك في فيديوهات كما هذو تاع مراجعة كيفاش راح تنظم روحك في العام كومبلي؟ ما نظنش. المهم قلنا نطرقوه كذلك الاشتقاق تاع الحالات العامة لك جينيرال، هذو كاس بيسيال والأخرين كاس جينيرال. إذن واش نقصدو مركب الدالة اللي درستوها السنة الماضية؟ مركب الدالة F متبوعة بالدالة G هو الدالة G رو F، يعني نكتبو G رو F هذه كيفاش نقراوها؟ يا إما نقراوها نقرأ جي دائرة اف لي اكس، ولا نقرأ جي رون اف دو اكس ولا لي اكس كما تحب، يعني كاين وين يقراوها جي رون اف كاين وين يقراوها جي دائرة اف. صح، اذا نكتبوها جي رون اف de x est égal à g de f de x à g li f de x. ولا اما العكس اذا كتبنا مركب الداله g متبوعه بالداله f، يعني هو ماذا؟ هو الداله f رون g، ماشي كيف كيف g رون f و f رون g ما همش كيف كيف باش نتفهموا. اذا في هذه الحاله واش نكتبوا؟ نكتبوا هنا واش نديرو؟ نديرو اف رون جي يعني نقلبو ايتيغال ا اف نكتبو اف لي جي دو اكس، يعني نقلبو الحالة فقط. متفاهمين؟ صح. بالنسبة لمجال التعريف انتبه مليح، عندنا من اجل كل اكس ينتمي الى مجال تعريف تاع الدالة المركبة جي رون اف هذه تكافئ تبامني خاصة مجال تعريف أي مجموعة التعريف تاع الدالة المركبة بزاف اللي غلطوا فيها، تكافئ من أجل كل إكس ينتمي إلى مجموعة الدالة
دي اف يعني تاع الداله اللي تكون متبوعه هي اف صح، و اف دو اكس ينتمي الى دي جي، الى دي جي. كيما نقدروا نكتبوا حاله اخرى، نقدروا نكتبوا كاين وين ننجموا هذه نكتبوها اف لدي اف، اف لدي اف محتوى ولا يساوي دي جي، يعني مجال محتوى في مجال. صح، معناتها هذا المجال التعريف نقدروا نكتبوه كيما هكا دي لي جي رون اف يساوي اي من اجل كل اكس من يعني من اجل كل اكس من مجموعه التعريف اف دو اكس تنتمي الى دي جي و اكس تنتمي الى دي اف. يعني باش نسهلوا الامور تاعنا كما العاده نبداو بامثله بسيطه ونتعمق شيئا فشيئا. جبت لكم مثال الاول وهو مثال بسيط جدا في يعني ندو بعض الامثله بسيطه. قال لك عين الداله جيرو اف المعرفه على اي والمركبه من دالتين اف وجي بهذا الترتيب. نبداو بالمثال اولا اف دو اكس تساوي ناقص 2 اكس زائد 3 وجي دو اكس تساوي 5 اكس ناقص 1 حيث اي تساوي ار. يعني لهنا ما عندناش اشكال، الداله اف دو اكس لاحظ اي معرفه على ار كثير حدود من الدرجه الاولى، وجي دو اكس كيف كيف معرفه على ار كثير حدود من الدرجه الاولى. اوتوماتيك هنا راح نوجدوا تركيب الدالتين يكون معرف على ار، كيف كيف نوجده معرف على ار. نديروا العمليه تركيب الدالتين، عندنا جي رون اف لي اكس تساوي جي لي اف دو اكس تساوي جي لي اف دو اكس. يحب يقول هنا نديرو اف دو اكس في مكان اكس نديرو اف دو اكس، معناتها تساوي 5 اف دو اكس ناقص 1. يعني هنا درت اف دو اكس صح، اي تساوي 5 ونكتب عبارة اف دو اكس 5 في ناقص 2 اكس زائد 3 وناقص 1، معناتها تساوي هذه تعطيني 10 ناقص 10 اكس ناقص 10 اكس وزائد 14 لانه 15 ناقص 1 تعطيني. اذا لاحظ جيرو اف هاي وراهي، هذه في الحالات كيما هذه لاحظ هذه مجموعة التعريف تاعها ار، هذه ار وهذه ار، يعني هنا ما عندناش إشكال بالنسبة لمجموعة التعريف. ندوم يعني دوال أخرى، يعني جب دوال أخرى اف دو اكس تساوي 2 اكس زائد 3 وجي دو اكس تساوي اكس مربع ناقص 3 معرفة على ار. لماذا؟ هذه كثير حدود من الدرجة الأولى، لأنه هنا المقام راهو 5 ماشي 5 اكس، 5 عدد ما يلعب حتى دور، 5 عادي صح. وعندنا جي دو اكس تساوي اكس مربع ناقص 3، إذن نفس الشيء نبحث عن الدالة جي رون اف لي اكس. إذن من أجل كل اكس من ار، لأنه كامل الدوال معرفة على ار، هنا ثاني ما عندناش إشكال. إذن تساوي يعني أمثلة بسيطة وسهلة جدا، تساوي جي لاف دو اكس. يعني من الأحسن كون دير بوز وتكمل، ديروا بوز وكملوا حسبوا حسبوا معايا صح. تساوي ماذا؟ تساوي اف دو اكس، لاحظ هنا نديروا اف دو اكس، إذا واش تساوي اف دو اكس إيه مربع ناقص 3، يعني دخلنا الاف دو اكس هذه في مكان الاكس هنا، إذا تولي لي مربع ناقص 3
واش تساوي؟ تساوي دوك ندير قيمة ال f دو x هنا اللي هي 2 x زائد 3 على 5 ونربحها وندير ناقص 3. هذا مكان. هيا نأتي الآن نحلو هذا التمرين مع بعض. f و g دالتين معرفتين كما يلي: f دو x تساوي x زائد 3 على x زائد 1 دالة ناطقة كثير حدود على كثير حدود، صح؟ جي دو اكس تساوي اكس على اكس زائد اثنان، كيف كيف دالة ناطقة، يعني هنا في الدالتين هذو عندنا المشكل في المقام، عندنا المشكل في المقام، يعني هنا المقام مجال التعريف ديلي اف وديلي جي لا يساوي ار، صح عندنا مشكل في المقام. نضع اش دو اكس تساوي جي رو اف، جي رو اف يعني اش دو اكس دالة مركبة. مطلوب منا اولا تعيين مجموعة التعريف دي اش للدالة اش، وهذا هو السؤال اللي غلطوا فيه بزاف الناس، تعيين مجموعة التعريف باش نتفهم باش تحسب اش دو اكس، يعني تعيين مجموعة التعريف قبل ما تحسب اش دو اكس، ما عليناش. اولا نجو نديرو مجال التعريف تاع دي اف، دي اف يساوي ماذا؟ يعني هنا دي اف عندنا اكس زائد واحد تختلف عن صفر اوتوماتيكمو، اكس تختلف عن ناقص واحد، صح؟ اذا مجال التعريف هو ار ما عدا ناقص واحد، يعني نكتبو المقام في الشكل هذا ناقص لا نهاية حتى ناقص واحد اتحاد، لان ناقص واحد قيمة ممنوعة في المقام، ناقص واحد حتى زائد لا نهاية. وقلنا باللي كنت قلت لكم باللي في دراسة في النهايات نحتاجو ما نحتاجوش هذا، نحتاجو هذا المقام اللي نخدمو، هذا المجال اللي نخدمو به. الأول ما يسهلناش، لماذا؟ لأن ندرس النهايات عند ناقص لا نهاية، عند زائد لا نهاية، عند الناقص واحد على اليسار، وعند الناقص واحد على اليمين، هذه كيديروا نهاية إن شاء الله، صح. بالنسبة لي دي جي، دي جي تساوي R أوتوماتيك مو X زائد 2 تختلف عن الصفر، إذن تختلف عن النقص 2 ما عدا نقص الاثنان، صح. كان لي هذا النقص كان لي كتبوا هكا، صح. إذن واش تعطينا؟ كيف كيف نكتبوها بالطريقة الأخرى، نقص لا نهاية حتى النقص 2 اتحاد ناقص اثنان حتى زائد لا نهاية، صح. طيب إذن اللهنة الدالة تاعنا اللي هي جي رون اف، إذن تكون معرفة من أجل كل عدد x حيث x تنتمي الى دي اف كما قلنا، و f دو x تنتمي الى دي جي كما قلنا. واش معناه؟ معناه x تنتمي الى دي اف، دي اف معناتها x تختلف عن الناقص واحد، و f دو x تنتمي إلى دي جي، انتبه، و f دو x تختلف عن الناقص اثنان. طيب شوفوا مليح كيف جبت مجال التعريف، كيف بديت x تنتمي إلى دي f معناتها x تختلف عن ناقص واحد، هذه واحدة. f دو x تنتمي إلى دي جي معناتها f دو x تختلف عن ناقص اثنان، هكذا في الدوال المركبة هكذا نجبدو مجال التعريف. الطريقة هذه في المثال البسيط تستخدمها هنا، تستخدمها في الدالة الأسية، تستخدمها في الدالة اللوغاريتمية، نفس الطريقة، وطريقة عطيت لك طريقة بسيطة هاي، صح. ومنه أي X يختلف عن الناقص واحد، وروحوا للمسودة، واش نقصدو ب f دو x تختلف عن ناقص واحد؟ يعني نكتبو العبارة تاع f دو x هذه تختلف عن ناقص واحد، معناتها x
زائد 3 عن ناقص 2 عفوا على x زائد 1 تختلف عن ناقص 2. صح، يحب يقول هذه تولي لنا x ناقص 3 تختلف عن ناقص 2 مضروب في x زائد 1، معناتها تولي لنا x ناقص 3 تختلف عن ناقص 2x والناقص الاثنان، أي تولي لنا x ناقص 3 زائد 2x وزائد الاثنان تختلف عن الصفر. أخي هكا صح، إذن أتولي لي هنا اللي راني ندير في ناقص هذه اللي لا حول ولا قوة الا بالله، يعني تولي لي اكس تولي لي 3 اكس زائد 5 تختلف عن الصفر، معناتها يحب يقول تولي لي اكس تختلف عن ناقص 5 على 3. العاني انا درت بالاخضر هذا باش الناس كالي كل واحد وفهمته، باش الناس تفهم مليح من جبنا ناقص 5 على 3 مانيش. صح، اذا لاحظوا وين الحكت، الحكت حتى الاكس تختلف عن ناقص 1 واكس تختلف عن ناقص 5 على 3، معناتها واش نقصد بها الان؟ يعني هنا واش هذه؟ هذه هنا هي مجال تعريف تاع اش دو اكس. اذا دي اش هو مجال تعريف تاع الدالة اش يساوي ار مجموعة الاعداد الحقيقية ما عدا ناقص 5 على 3 والناقص الواحد. دي اش تساوي من ناقص لا نهاية حتى ناقص 5 على 3 اتحاد عفوا من ناقص 5 على 3 ناقص الواحد اتحاد من ناقص الواحد حتى زائد لا نهاية. شو شعل عندي من نهاية هنا؟ لما كي ندرس النهايات، شوف لما اكس تؤول الى ناقص لا نهاية، لما اكس تؤول الى زائد لا نهاية، لما اكس تؤول الى ناقص 5 على 3 على اليسار، ناقص 5 على 3 على اليمين، ناقص 1 على اليسار وناقص 1 على اليمين، اطراف مجموعة التعريف في النهايات، يعني عندي 6 نهايات لهنا، 6 نهايات. طيب شوفوا مليح معايا، دوك واش طلبوا منا كذلك حساب اش دو اكس، يعني اش دو اكس تساوي جي رون اف دو اكس، اي تساوي جي لي اف دو اكس تساوي معناتها جي رون دو اف دو اكس. كيفاش نديرو هنا؟ يحب يقول شوف معايا وين كاين هنا اكس تاع جي، ندير اف دو اكس، ندير هنا اف دو اكس. حاب يقول وين كاين الاكس، نكتب هذه العباره بلاس الاكس. صح، اذا واش تساوي؟ تساوي لي اف دو اكس، عفوا نقص القلم، تساوي اف دو اكس على اف دو اكس زائد الاثنان. حد الان انا متفاهمين؟ صح، معناتها تساوي اف دو اكس في واحد على اف دو اكس زائد الاثنان، تساوي اف دو اكس يعني اكس زائد ثلاثة، عبارة اف دو اكس على اكس زائد الواحد في واحد على اكس زائد ثلاثة على اكس زائد الواحد زائد الاثنان. حد الان انا هايلي صح،
قوم بتوحيد المقام لهذا اللي راهم تحت المقام. صح. اذا تساوي اكس زائد ثلاثة على اكس زائد الواحد في واحد على هنا نوحد المقام اكس زائد ثلاثة زائد الاثنان في اكس زائد الواحد على اكس اكس زائد الواحد. يعني نحل بالديطاي، ها واحد على ثلاثة اكس زائد خمسة على اكس زائد واحد. هنا حالة كما هذه ما تخليش الكسر هكا، قلبه هنا. واش نديرو؟ نقلبو الكسر. انتبه كما رانا نديرو هنا هذه العملية تاع الدالة البسيطة، هذه الدوال البسيطة العددية البسيطة او الدوال الناطقة، هذه كما نديرو نفس العملية تاع الدوال الأسية واللوغاريتمية. المهم كي يكون عندك كسر قلبه، اذا اش دو اكس تساوي اكس زائد ثلاثة على اكس زائد الواحد في اكس زائد واحد على ثلاثة اكس زائد الخمسة. هذا مكان، وانت دبر راسك لاسويت. الفيديو راه الحق 26 دقيقة، حتى الناس ما تقول لك شي ودي راك تطول علينا فيديوهات. نكتفي اليوم بهذا القدر. اليوم تعرفنا على تفكيك الدالة وعطينا أمثلة بسيطة كتركيب دالة، عفوا. الفيديو المقبل إن شاء الله راح نتعرف على الكونترير، يعطوك دالة مركبة وتقوم بتفكيكها. يعني حب يقول والله صبروا صبروا، يبغي مازال نزيد بعض الأمثلة، نزيد نقصح شوية في الأمثلة باش الناس اللي يبغى يقرأ اللي ما بغاش الله يسهل عليه. نزيد لكم مثال، نزيد نقصح شوية، زيدوا إكس باش الناس تفهم، تساوي إكس مربع. مثال آخر، وأفدو إكس تساوي 2 إكس زائد 3. هذا مكان اللي جاء الفيديو طويل يروح وخلاص. هاي لو جينا نطلب منك تحسب لي أف رون جي، مطلوب منك صح. لو جيت لهنا حسبت، شوف معايا مليح، اف رون جي لإكس لهنا واش تساوي؟ اف دير بوز الفيديو وخدم خدم انت لي جي دو إكس، اي تساوي اما دير اف دو إكس مربع ولا دير اف لإكس مربع نفسها. إذن تساوي الاثنان في إكس مربع زائد الثلاثة، يعني بمثال بسيط جدا جدا يساوي ماذا؟ يساوي 2 إكس مربع زائد ثلاثة. إلا هنا هذه راهي R مجال التعريف تاعها، هذه راهي R مجال التعريف تاعها، وهذه ودي كيف يقولوا دي لي F رون جي يساوي R. يعني في هذا ما كي يكون عندي R و R ما عنديش إشكال، أوتوماتيكمو يساوي R. لو اللهنة جيت يعني الدالة هذه واش نقوله جي رون F أو F رون جي نقوله مركب الدالة F رون جي، نقوله مركب الدالة جي متبوعة بالدالة F صح، ونقولوا بالفرنسي كومبوزي دو اف بار جي، نقولوا بالفرنسي كومبوزي مركب دو اف بار جي. يعني الناس اللي معنيين بعلم مصطلحات تيرمينولوجي معنيناش. لو جيت قلت لك احسب لي جي رون اف دو اكس واش تساوي؟ تساوي جي لي اف دو اكس تساوي جي لي 2 اكس زائد 3 الكل مربع، اذا تساوي
2 زائد 3 الكل لا لا تساوي جي لاثنين زائد 3 عفوا هكا، اذا تساوي 2 اكس زائد 3 مربع تساوي لنا يعني ا بلس بي او كاري يعني 4 اكس مربع زائد 12 اكس زائد 9. هنا كيف كيف عندنا كثير حدود يعني دي لي جيرو اف يساوي ار يساوي لنا ماذا ار صح. هنا على درت هذا المثال لاحظوا حاجه اف رون جي تساوي 2 اكس مربع زائد 3 وجي رون اف تساوي 4 اكس مربع زائد 12 اكس زائد 9. هنا باش نقول لك يا ودي دير في بالك باللي جي رون اف لا تساوي اف رون جي سي بون صح لا تساويها. عندي حاجة أخرى كذلك ثاني كتبها عندك في الملخص اف رون جي في اش لا تساوي اف رون جي مضروبة في في اف رون اش. هذه ثاني حطها عندك حاولوا في اللوجيسيال هذاك ديسموس يعني رسم المنحنى بوان كوم حاولوا رسموا رسموا جي دو اكس ورسموا اف دو اكس ورسموا جي اف رون جي اللي هي 2 اكس مربع زائد 3 صح. هنا اوتوماتيكمون راح نصيبوها كيما هاك عندنا مثلا عندنا المعلم هو المعلم تاعنا صح. كي ترسم اولا ذيك اف دو اكس تساوي 2 اكس زائد 3 2 اكس زائد 3 راح تصيبها هنا في 3 يعني راهو مستقيم يعني تآلفية عبارة تآلفية مستقيم راح اوتوماتيكمون يفوت منا يفوت منا عفوا سيدي المسطرة عندي دير المسطرة أستاذ ها يفوت هاك صح تسيبو يفوت هاك يعني هذا واشن هو هذا 2 اكس يجريك تساوي 2 اكس زائد 3 وعندنا جي دو اكس تساوي اكس مربع جي دو اكس تساوي اكس مربع اكس مربع هاك كيفاه تصيبها ها منين تفوت هاي وتطلع منا هاي تفوت في الصفر هنايا في المبدأ هذه اكس مربع صح يعني سيلي جي هذا صح. ومن بعد جي جي ولا استغفر الله افرون جي افرون جي صبناها 2 اكس مربع زائد 3 2 اكس مربع زائد 3 لتشفاو عطيتكم كيفاش نرسموا منحنى انطلاقا من منحنى اخر زائد 3 يحب يقول 2 اكس مربع يعني راني كا اكس ك اف و بلس حاجه بلس ا. هنا قلنا 2 اكس مربع يعني حب يقول 2 اكس يعني تتقصر هكا تجي هكذا وتفوت على 3 وتطلع زائد 3 يعني هذه سي ل اف رون جي زيدو رسمو لي جي رون اف وتشوف جي رون اف واش صبناها 4 اكس مربع زائد 12 اكس زائد 9 دوك تصيبها هذيك وين تصيبها هذه الاخرين كامل يبقاو في مكانهم اللي بالاخضر يعني سي لي جي رون اف يعني كونترير تاع الاخرى تصيبها الديكالات الله اعلم تصيبها في هذا السيكتور منا تصيبها هنا ارسمو شوف لما استاشف دير الرسم علاش دير الرسم باش تفهم مليح يعني بيانيا كيفاش راح تكون باش تفهم بيانيا كيفاش راح يكون. زيد نعطيك مثال اخر مانيش رايح اليوم نقعد هنا بات هنا جي دو اكس تساوي جذر اكس يعني الداله المرجعيه جذر اكس صح
وعندنا f دو اكس يساوي واحد زائد اكس مربع. صح، لو جينا حسبنا f رون جي، f رون جي لي اكس تساوي f لي جي دو اكس تساوي f لجذر x، تساوي f لجذر x. إذن واش تساوينا؟ تساوينا واحد زائد جذر x مربع. f لجذر x يعني هنا نديرو جذر x، جذر x مربع. إذن تساوينا واحد زائد x. يعني هنايا دوك هنا شكون اللي يقول لي فيكم كيفاش تكون مجموعة التعريف، كيفاش تكون مجموعة التعريف؟ لاحظ يا ودي زائد اكس، لاحظ انه هنا عبارة تآلفية، يعني راح يكون خط مستقيم من جهة هاك ناتيكلار، الأ موجبة يجي هاك، الأ سالبة يجي هاك، باين صح. انا اللي نحاول السؤال اللي نطرحه لكم، مجموعة التعريف، أعطوني مجموعة التعريف دي لي اف رون جي بلا ما تحسب بلا ما والو، باينة بعبع. هذه هنا واش هي تاع اف دو اكس؟ ار صح، دي لي اف يساوي ار، لكن دي لي جي جذر جذر معناتها يساوي من صفر حتى لزائد لا نهاية. يحب يقول لهنا مجموعة التعريف هي مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة، مجموعة التعريف، لأنه راه عندنا الجذر تحت الجذر، لأنه دي لي اف دو اكس واش قلنا، أو اف دو اكس تنتمي إلى دي جي، اف دو اكس تنتمي لهذا المجال تعريف تاع هذا، يعني تنتمي لهذا. صح، يحب يقول ان هنا واش نديرو ار بلس، هاي مجموعة التعريف، متفاهمين؟ صح. لو جيت درك قلت لكم حسبوا لي جي رون اف، جي رون اف لي اكس واش تساوي؟ تساوي جي لي اف دو اكس، أي تساوي جي لي واحد زائد إكس مربع. طيب معناتها تساوي جذر واحد زائد إكس مربع. إذن مجموعة التعريف تاع جيرو إف وشن هي؟ هنا مجموعة التعريف هي آر. لماذا يا أستاذ آر؟ وهي خير العبارة راهي تحت الجذر، لأن الدالة واحد زائد إكس مربع اللي تحت الجذر هذه نجدها موجبة دائما، إكس مربع عطي لها عدد سالب ولا موجب ولا نصيبها موجبة دائما. المشكلة تاعي تاع الجذر اللي تحطه في رأسك أنه الجذر ممنوع تكون تحته القيم السالبة، الجذر مربع باش نتفاهم، لأنه كاين الجذر التكعيبي وكاين هذا الجذر تاعنا اللي هو مربع، ماشي كيف كيف، المربع هو اللي ممنوع تكون تحته القيم السالبة. إذن مادام الدالة هذه موجبة تماما، إذن R. إذن هنا واش نلاحظوا؟ نلاحظوا باللي في جي يعني دي لي اف رون جي واش صبنا تساوي R بلس، حتى مجال التعريف ومشي كيف كيف، حتى مجال التعريف ومشي كيف كيف، يعني جي رون اف لا تساوي اف رون جي، حتى مجال التعريف ونصيبه يختلف. كون نزيد لكم مثال اخر، اف دو اكس تساوي اكس زائد 3، يعني نروحوا شويه للمستقبل باذن الله. ثم مازال ما درستوش الداله الاسيه والداله اللوغاريتميه، نعطيكم مثال على الدالة اللوغاريتمية، جو دي إكس تساوي ألان إكس. أستاذ واش بك مازال ما قريناهاش؟ عادي نورمال، عادي جدا. يعني اللهنا جي رون
اف، شوف معي مليح، جيرون اف لي اكس واش تساوي؟ حاجة سهلة، تساوي الان اكس زائد ثلاثة. عادي هذي حطها هنا، هاوش. إذن لهنا الدالة اف راهي معرفة على ار، الدالة اف معرفة على ار صح، لكن الدالة الان، الدالة الان مجموعة التعريف تاعها باش تكونوا في الصورة، الصفر ممنوع في الدالة الان، نتعلموا من الصفر حتى زائد لا نهاية. ها دي لي جي يساوي، يعني الدالة ال هاكي باش تكون صح. إذن هنا واش عندي؟ عندي اف دو اكس يا اخي تنتمي الى، يعني في الدوال المركبة قلنا باللي اكس تنتمي لدي اف لهنا، و اف دو اكس تنتمي لدي جي، يعني هنا لازم اف دو اكس تكون اكبر تماما من الصفر، يعني الدالة اف راهي معرفة على ار، لكن بتطبيق لهنا الدالة الان لابد ان اف دو اكس تكون اكبر تماما من الصفر، لانها تنتمي في الدوال المركبة الى مجال تعريف دي جي. فهمتوا واش راني حاب نقول؟ صح صح، لان لماذا؟ لان ار هذا واش نقصده بهذا هنايا من صفر حتى زائد لا نهايه هو ار نجمه وزائد هنا اخي هكذا، هو نفسه هذا صح، تبع ما يغير بالعقل. واش معناتها اف دو اكس اكبر تماما من الصفر؟ اي اف دو اكس هاي العباره تاعها معناتها اكس زائد ثلاثة اكبر من الصفر، هذا يكافئ انه اكس اكبر من ناقص ثلاثة اخي هاك، اي دي لي جي رون اف يساوي اكبر تماما من ناقص ثلاثة حتى زائد لا نهاية. هاي الان اكس زائد ثلاثة، كي نقراو الالان ونبداو نجبدو المجموع التعريف تاع الان اكس، دائما العباره اللي هذه واش هي؟ هذه داله مركبه، داله مركبه، هذه داله عادي اي مرجعيه الان اكس، لكن هذه راهي داله مركبه. على ذيك في الاول قلت لكم باللي الان اي داله مركبه، وسيت اي داله مركبه، سينوس U دالة مركبة، كوسينوس U دالة مركبة، هذو أربع حالات خاصة، خاصة في الاشتقاق تاعهم، أربع حالات خاصة. كي نجو حنا كي ندرسو الآلان ويعطونا مثلا آلان، آلان مثلا إكس مربع زائد إثنان، باش تجبد مجموعة التعريف لازم دير هذيك إكس مربع زائد إثنان أكبر تماما من الصفر، بصح كون عطاونا جذر اكس مربع زائد اثنان نديرو اكس مربع زائد الاثنان اكبر او يساوي الصفر، شو الفرق؟ يعني راني سبق لكم في امور باش كي ندخلوا للالان والاسيه نورمال تبان لك عادي داله عادي كما الاخرين. اذا احنا واش نديرو هنا؟ اكس مربع اكبر تماما من الصفر، واش تولي؟ ومن بعد تولي لك هذيك حاجه اخرى، هذيك تولي اكس مربع، إكس مربع أكبر تماما من الناقص الإثناني، ومن بعد تدخل فيها واحد لي ديتاي صح. نكمل الآن مع، مرات يطلبوا منك، مرات يعطوك دالة مركبة ويقول لك قم بتفكيكها، تفكيك دالة مركبة إلى مركب دالتين بسيطتين، تفكيك باللغة الفرنسية هو ديكومبوزيسيون، ديكومبوزيسيون دون فونكسيون كومبوزي en fonction élémentaire صح. يعني هنا كنا نعطيك الدالة مثلا، نقول لك f دو x، f دو x تساوي 1 على 3 x ناقص الواحد صح. هنا الدالة هذه لو نجو نديرو مجال التعريف تاعها، يعني ديلي اف
اوتوماتيكون المشكل راهو المقام، المشكل راهو في المقام 3 اكس ناقص 1 يختلف عن الصفر، اذا ديري اب تساوي ار ما عدا الواحد اي الثلث 1 على 3. اللي عنده مشكل في مجال التعريف راني بارطاجيت لكم فيديو حول ايجاد مجموعه مجال التعريف ناقص فيه غير الاسيه والالان، هذو زوج اللي مازال ما لحقنا لهمش، باقي كامل راني داير مكمل لي كا تاع مجال التعريف. صح لهنا اف دو اكس، اف دو اكس كيما رانا نلاحظوا يعني غير نشوفها كان نعرف واش هي اف دو اكس. اف دو اكس راهي مثلا اش رون جي مع جي دو اكس تساوي 3 اكس ناقص 1 و اش دو اكس تساوي الدالة مقلوب. هاي يعني هنا قمت بتفكيك الدالة المركبة اف دو اكس الى دالتين بسيطتين، لا ديكومبوزيسيون دون فونكسيون كومبوزي اون دو فونكسيون اليمونتير. زيدكم مثال اخر، مثلا نقول لك اف دو اكس تساوي جذر 4 ناقص اكس مربع، 4 ناقص اكس مربع. اذا لو نجبدوا مجال التعريف لهنا اوتوماتيكمون روحوا للمسوده، 4 ناقص اكس مربع تكون اكبر او تساوي الصفر. هذا معناه انه 2 مربع ناقص اكس مربع اكبر او تساوي الصفر، يعني او كاري مو بي او كاري. طريبي نعرفوا باللي من المتطابقات الشهيرة أو كاري موا بي أو كاري إتيقال أ موان بي، نخدموا بها بزاف هذه في الفيزيك والرياضيات بار أ بلوس بي. صح هنا تولينا ماذا؟ تولينا 2 ناقص إكس في 2 زائد إكس أكبر أو تساوي الصفر. معناتها الدالة تاعي لهنا دي اف يساوي ناقص اثنان والاثنان، ها هو مجال التعريف. اذا واش نديرو هنا؟ هنا شحال عندي من دالة؟ هيا شكون فيكم كملوا قولوا لي شحال عندي من دالة؟ هنا شحال كاين من دالة؟ كل واحد يكمل ويقول لي. وجدتوها؟ شوف عندي جي دو اكس تساوي اكس مربع وحدة، اش دو اكس تساوي 4 ناقص اكس، وكا دو اكس تساوي جذر اكس. لما وجدتهمش كيما هاك روح للسنة الثانية عاودوا لي كتاب مدرسي قوم بتفكيك ام دايرين لك تمارين قوم بحل تلك التمارين. هذا واش نجم نقول لك. نزيدكم مثال اخر، نخرجوا دوك على الموضوع تاع سنه ثانيه، نروحوا للترمينال. علاش المثال الاخر اف دو اكس يساوي الان اسيه اكس زائد الاثنان، يعني دائما نديك للمستقبل واش رايح تقرا باذن الله مستقبلا ان شاء الله كل شيء مشيئه الله. ها كيفاش راح يطرح عليك النوع تاع الدوال المركبة فيها الآلان والأسية. علاش؟ على بالي ما قريتهاش بصح نشوقك. هذه دالة مركبة صح، هنا راهم عندي كيف كيف ثلاثة، راهم عندي ثلث دوال كيما الأولى، يعني راهي عندي اف تساوي ك رون اش رون جي. شوف معايا مليح، يحب يقول ك، شوف مليح ك دو اكس تساوي الان اكس، الان اكس الاولى الان اكس، ومن بعد تجي الثانيه اش دو اكس تساوي اكس زائد الاثنان،
ومن بعد بها تجي الثالثة جي دو إكس تساوي أسية إكس. شوف أنا شعر مركبة، أنا أعطيت لك مثال مركبة من ثلث دوال بسيطة. إحنا تفكيك دالة مركبة إلى دوال إلى دالتين بسيطة، أنا أعطيت لك أمثلة فيهم ثلاثة. لهنا نقدر نقولوا بلي لا كومبوزيسيون دو فونكسيون اي تي اوبيراسيون اسوسياتيف. وخليك حتى تعرف اش هي اسوسياتيف، واش معناتها كلمه اسوسياتيف. معناتها اش رون جي رون اف اي تي ايغال ا اش رون جي رون اف est égal à H rond G rond F. أنا لحقت الفيديو 51 ولا 52 دقيقة. إذا جاء الفيديو طويل قسمه على بالي، رانا في عطلة صيفية، ما تفرسيش على روحك، تقدر تقسم الفيديو إن شاء الله تقسمه على 50 مرة عادي جدا، يعني تقرأ دقيقة 50 قرأ دقيقة، تقرأ كل شوية دقيقة وحبس. صح، نتلاقاو في الفيديو 11 إن شاء الله، نتناول فيه اتجاه تغير الدالة المركبة، وهذا مهم جدا جدا، اتجاه تغير الدالة المركبة. إلى ذلك الحين أعزائي الطلبة، ركم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.